بدأت محافظة جنوب سيناء تشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية في مدينة شرم الشيخ وتأتي محطة الطاقة الشمسية على مساحة 250 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية تتجاوز 42 جيجا وات تماشيا مع خطة واستراتيجية الحكومة المصرية للانتقال إلى الطاقة النظيفة بدأت محافظة جنوب سيناء تشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية في شرم الشيخ على مساحة 250 ألف متر مربع وبطاقة إنتاجية تتجاوز 42 جيجا وات محطة طاقة عربية للطاقة الشمسية مساحة الأرض إجماليها 250 ألف متر بقدرة إنتاجية 20 ميجا زائد قدره انتاجيه سنويه 42 جيجا وات وبالفعل المحطه دي تم تنفيذها خلال مده زمنيه اربع شهور ودي تعتبر انجاز في حد ذاته لمواجهه مؤتمر المناخ الجاري انعقاده شهر نوفمبر القادم بالاضافه ان المحطه دي بتخدم النهارده 120 منشاه سياحيه ما بين فنادق اربع نجوم وخمس نجوم محطه الطاقه تعمل بقدره اجماليه تبلغ 20 ميجا وات قادرة على امداد اكثر من ستة الاف غرفة فندقية بالكهرباء النظيفة لخدمة العديد من القطاعات بما في ذلك القطاعات الزراعية والسياحية والصناعية والسكنية المراحل اللي احنا شغالين فيها احنا حاليا افتتحنا اول عشرة ميجا وضخناها بالفعل لمركز دب السياحي وبعد مؤتمر المناخ في تركيب العشرة ميجا المتبقيين بالاضافة الى ان احنا ركبنا مجموعة محطات على الفنادق داخل مركز نبئ السياحي بالاضافه ان احنا بنحاول ان احنا نغذي ونحول الفكر للطاقه النظيفه والمتجدده خلال الفتره القادمه مشروع المحطه للطاقه الشمسيه بتكلفه استثماريه تقدر ب 250 مليون جنيه يعمل للحد من الانبعاثات الكربونيه بنحو 500 الف طن بما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونيه